الأستاذة هدير أشرف طبعا، وبرنامج الاسم مصري، وكل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة. كل سنة وحضرتك طيب زميلي العزيز روبير، أخبارك إيه؟ أنا كويس، وعيد فطر مبارك. وقولي لنا عملتي إيه في العيد النهاردة؟ أكلنا سمك ولا ضربنا فسيخ؟ أولا بحيي الفنانين الجميلة اللي موجودين النهاردة، والحقيقة سهرة جميلة قوي، حلوة سهرة حلوة، وفعلا الزمن القديم بيرجع لينا. احنا قاعدين في البيوت دلوقتي وفرحانين قوي او مستمتعين قوي ومحتاجين قوي قوي ان احنا نسمع الحاجات الجميلة اللي ترجعنا للزمن الجميل. كمان زي ما انت عارف بقى، يعني اكيد احنا في الاوضاع اللي في الكورونا الفتره دي مش محتاجين اكتر من اننا ناخد بالنا كويس قوي بالاحترازيه شويه. يعني قاعدين في بيوتنا، اكيد العاده المصريه بتاعتنا كحك وبسكويت، بنطمن على بعض اكتر بالتليفون، بنهتم ببعض اكتر، لان مهم جدا يكون في تباعد اجتماعي، ده حرصا على سلامتنا كلنا. بس مش عارفه اقول لك ايه، يعني انت اكيد عارف الطقوس بتاعتنا، لكن انا بحب يعني بمناسبه الحلقه عندك النهارده، انا يعني الحقيقه بشكر الحلقه بتاعتك، لاني فعلا الناس اللي فيها عايزين يغنوا بصدق، الاحساس وصلني قوي وانا بسمعهم. كمان عايزه اقول للشعب المصري كله مش بس الامه الاسلاميه، قد ايه انا فرحانه النهارده، لان العيد مش عيد فطر بس، مصر كلها في تحدي، وقد ايه احنا فرحانين باللي احنا فيه، قد ايه فرحانين ان احنا كلنا على قلب واحد، واخدين بالنا كويس قوي من التباعد، وده مهم جدا خصوصا في فتره العيد. انا بشكر حضرتك، بس عايز اعرف برنامجك الجميل الاسم مصري هيقدم لنا ايه بعد العيد واحنا مستنيين اهو. وقبل ما تقولي انا عايز افكرك بحاجه، ان احنا في العيد واحنا القناه الوحيده اللي هي القناه بتاعتك برضو، الوحيدين اللي شغالين هوا، والناس اللي معايا غير ال17 الطاقم الجميل اللي شغالين ورا الكاميرات معايا، الاساتذه سايبين العيد عشان نفرح جمهورنا. حضرتك هتعملي ايه؟ فعلا طبعا طبعا، قناه الصحه والجمال دي بيتي الاول في الاعلام كله، وطبعا كل فريق العمل الجميل الحقيقه وحشوني جدا، افتقدتهم جدا طبعا، استاذ وليد عماره واستاذ تامر عبد المجيد وكل ما وراء الكاميرات. لكن خليني اقول لحضرتك انه برنامج الاسم مصري من البرامج الجميله اللي علمت قوي في قناه الصحه والجمال، مش لانه هو برنامج بس، الا انه هو برنامج بيتكلم عن مصر كلها، البرنامج بيتكلم عن تاكيد الهويه المصريه، واحنا الفترة دي في تحدي كبير قوي، محتاجين نقف كلنا على قلب رجل واحد، محتاجين نقول للعالم كله ان احنا ايد واحدة. بعد العيد ان شاء الله في حاجات حلوة في البرنامج، في افكار مطروحة، في يعني لون جديد للبرنامج، بس في النهاية هو دايما بيركز على حب الوطن، تأكيد الهوية المصرية، تعزيز قيمة مصر الحقيقية، طبعا مساندة الجيش ومساندة جيشنا الأبيض ومساندة كل القادة اللي موجودين على راحتنا وتوفير الأمن لينا. فإن شاء الله هنشوف حاجات كويسة بإذن الله في الصحة والجمال بعد العيد بإذن الله. نشكرك جدا الزميلة العزيزة الأستاذة هدير أشرف، برنامج الاسم المصري، وعايزين نيجي بقى علشان نبقى منافسين. ها يعني احلى حاجه في الصحه والجمال ان فيها تنافس شريف ما بين المقدمين وبعضهم. طبعا لا، كلنا اسره واحده، وكلنا يعني على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، هدفنا بيكون هدف ثاني مش اكتر من كده. سهرتك جميله قوي النهارده روبير، وحقيقه انا مستمتعه بيها جدا. شكرا. وضيوفك تحيه ليهم كبيره، وتحيه لكل المصريين اللي بيشوفونا النهارده. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا روبير. شكرا.